الرحمن الرحيم كبران تمك جاجين تملسنا سلا كريات سلا كريات يتناغاغر نبر يالنو مكريات كبار وانجيل دي هنا نبي جاء عليه الصلاه والسلام انديت يتناغاغ نبياچين يتناغروتن يتناغاغر نبر يالنو نبي جاء عليه الصلاه والسلام يلالو خيركم قرني يالو انانته بلاج يني كفله زمن نهو قالو ثم الذين يلونهم كذا يوم قتلوا يميتوا كفله زمنو يناچو قالو ثم الذين يلونهم كذا يوم قتلوا ثلاثه كفله زمنو يناچو قالو كفله زمن يسواب كفله زمن الله يتابعي كفله زمن الله يتابعي التابعي كفله زمن الله معناتنا لا ادري لعمران ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بادي قرنين او ثلاثه اساچو كفله زمن غارا ثلاثه يذكروا ثلاثه كفله زمن يبلوا على وكم على እንደማንም አንኛው ክፍለ ዘመን የኔ ክፍለ ዘመን ነው አሉ። ቀጥሎ ያለው ሁለተኛው ክፍለ ዘመን ቀጥሎ ያለው ሶስተኛው ክፍለ ዘመን እነዚህ ክፍለ ዘመኖች ጥሩ ዘመኖች ናቸው አሉ። አንድ ክፍለ ዘመን 100 ዓመት ነው። እነዚህ ጥሩ በላጮቹ ናቸው አሉ። የመጀመሪያው የኔ ክፍለ ዘመን ቀጥሎ የሚመጣው ክፍለ ዘመን ቀጥሎ ሶስተኛው ክፍለ ዘመን ነው አሉ። ከዛ ምን አሉ? እነ بعدكم አሉ። ከእናንተ በኋላ አሉ። ቀውመን ሰዎች ይመጣሉ አሉ። የሆኑና የሚከዱ ሰዎች ይመጣሉ አሉ። ከዛ በኋላ ሶስተኛው ክፍለ ዘመን በኋላ ይመጣሉ አሉ። ወላዩ ተማኑና የማይታመኑ ወየሻዱና የሚመስከሩ ወላዩ ተሻዱና መስከሩልን ሳይባሉ ለመመስከር የሚሮጡ ሀጃ ስለለላቸው ነው እኮ በትክክል ለመመስከር ሀጃ ስለለላቸው ጉዳይ ስለለላቸው መስከሩልን ሳይባሉ ራሱ ለመመስከር ይቀርባሉ። በቃ ቀልባቸው ለፍራስ ስለለለ ወየንዚሩና ወላያፉና ስለት ይሳላሉ ስለታቸውን አይሞሉም አሉ። ወየዙሃሩ فيه ሙስሊማን ወፍራት ይታይባቸው አመልክቱ ነው ወፍራሞች ናቸው ይላሉ። ለምንድን ነው እንደዚህ ያሉት ይባል ነብያችን ወፍራሞች ናቸው ያሉት? ዲንን ለማወቅ ዲነል ኢስላምን ለማወቅ አካመል ኢስላምን የስምናን ህኩም ዲነል ኢስላምን ወቀት ለማወቅ ጥቂት እንኳን ያልየከሙ ምንም ያለፉ ወፍራሞች ናቸው ያሉ ለዚህ ነው። እነዛ ሰዎች መስኩሩልን ሳይባሉ የሚመስከሩ ማሉን ሳይባሉ የሚመሉ ታማኝ አይደሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች ይመጣሉ ብለው ነብያችን አለይሂ ሰላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ማለት ነው። የተወገዘ ባህሪ ነው። አላህ ይጠብቀን። በሌላ ሐዲሳቸው ነብያችን አለይሂ ሰላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ሰየት ያለናሲ ሲኑን አሉ። የሆነ ዘመን ሳይመጣ ይቀርም በሰዎች ላይ አሉ። ይሰደቁ ፊል ካዚብ ውሸታሙ እውነተኛ የሚደረግበት ዘመን ይመጣል አሉ። ውሸታሙ እውነተኛ የሚደረግበት ዘመን ይመጣል አሉ። አዎ ነገሩ ግልብጥ ሲል እንካስ ፍጥሪ ተፈጥሮ ግልብጥ ሲል ውሸታሞች ጥሩ ሰዎች የሚባሉበት ዘመን ይመጣሉ። ጎበዝ ውሸታሞች ጎበዝ የሚባሉበት ዘመን ይመጣሉ አሉ። ወይከዘቡ فی الصادق እውነተኞቹ ደግሞ ውሸታም የሚባሉበት ዘመን ይመጣሉ አሉ። አያጆ ውሸታሞቹ ጎበዝ የሚባሉበት ዘመን እውነተኛ የሚባሉበት ዘመን ይመጣሉ አሉ። እውነተኞቹ ደግሞ እውነትን ሲናገሩ ስለማይወደዱ ውሸታሞች ደግሞ እናንተ የሚባሉበት ዘመን ይመጣሉ አሉ። الله 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 يا هون زمن مالك زاري بمانيوم بوتا بتك حق كتناغر سوا يودين بقى انت شيطان ترى تلا يدلطف بها سوا يودين وشتاموچسا زاري بوتا اللهچو بافاچو يلبلبو بافاچو بوتا اللهچو وشتاموچ اوناتنيوچ گون بوتا يلاچو ويكذبوا في الصادقالو اوناتنيا وشتام يبالبت زمن يمطال وشتام اوناتنيا يبالبت زمن يمطالالو ويهون فيها الامين تامانيو كداتنيا يميبالبت زمن يمطالالو تامانيو سويه كداتنيا يميبالبت ويوتمنو في الخائن كداتنياو ديمو تامانيو يميبالبت زمن يمطالالو زاري زمن تاماي ماننو كداتنيا نو اعتبارو زاري كداتنيا تامانيو يميبالو طورو سو طورو تامانيو زاري زمن تامانيا يميبالو بقى بقى ايه نو اهو زاري يالنبت نو نبياچو عليه الصلاه والسلام ينهجرو وينتق فيها روي بيضال روي بيضال ينغرال قال من قالواچو صحابوچو يا رسول الله ومن روي بيضال روي بيضال معناته مندينو قالواچو نبياچن قال قال السفيه مونيا مونيوچو يتكلموا في امر العامه بهذو گداي لا مونيا مونيوچ ينغرالو معناتنو روي بيضال قاما قملكن هي انگدي مونيا موني سوچ ብዙ አመራቾች ጥሩ ያላደሉ በቃት የላቸው ሰዎች ስለ ህዝቡ ጉዳይ የሚያወሩበት ዘመን ይመጣል ማለት ነው። እነሱ ፈላጭ ቆራጭ ነው እነሱ ወሳኝ ነው እነሱ የህዝብ ስለ ህዝቡ ጉዳይ የሚያወሩበት ዘመን ይመጣል አሉ።
ابن قدامة رحمه الله ميلا وحدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن المقبري قال وتشعو فيها الفاحشة يا زمن زموث يمسفافة بالزمن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام إيه حديث بطان ياسجن القطال وشتام أونتنيا ميبال بالزمن قالوا أونتنيا وشتام ميبال بالزمن قالوا تامن كداتنيا ميبال بالزمن كداتنيا تامن ميبال بالزمن مكنياتهم هلوم كداتنيا سيون كداتنيا نمي وددو أونتنيا يوددو هلوم وشتام سيون وشتام نمي وددو أونتنيا يوددو كذالو نبي عليه الصلاة والسلام روي بضع ترى سواج سل هزب قداي يوسنا اللو ترى سواج زموت صفر علو وياه وليه مجرش عيني طعن بروال نبي عليه الصلاة والسلام يوزارين يالن بزبلنا ويقول نبي عليه الصلاة والسلام عندك زيمن علو إن الله لا يحب الفحش علو الله مطفون يودم علو أو يبغض الفاحش والمتفحش مطفون مسرع سو مطفون سرع الله يودم علو من علو قتلونا ولا تقوم الساعة كما كانت قوم مالو حتى يظهر الفحش والتفحش زموت مسرات زموت اسكم يصفى درس كما كان يقوم مالو وقطيعة الرحم زمدنا يقرط لالو ولي كما كان اتقم زمدنا يقرط لالو وسوء المجاورة غربيتها يكبر غربيته لغربيته مطفو ميهن بالزمن يمطلالو وحتى يؤتمن الخائن تامن سو كداتنياو سو تامن يميبال بالزمن يمطلالو ويخون الامين تامن ديمو كداتنيا يميبال بالزمن يمطلالو تملكتو يغربتنا حق ما يتطبق بالزمن يزمري حق ما يقط ما يتطبق بالزمن زموت مسفافا بالزمن تامن كداتنيا يميبال بالزمن ويخون الامين كداتنيا تامن يميبال بالزمن تامن كداتنيا يميبال بالزمن ايه يمطلالو كلهم كداتنيا سلاونا كداتنيا نمودو سو وزن غزي مالن الله على ان موعدكم حوض يا النبي عليه الصلاه والسلام اني هينت زمن سدرسوا قالوا صبروا قالوا بقى كداتنيا بيلواچوم تاماني هونوا قالوا كداتنيا بيلواچوم تاماني هونوا قالوا يغورتنا حق طبقوا قالوا زمدنا اندي اقورطوا قالوا ان انت متاغنيني اني حوض نغنانيالن قالوا بقى النبي عليه الصلاه والسلام بتلاقي حديث تغست ادرغو حوض لا نغنانيالن بلوا يعني حوضالو رجم نوالو كما كاسكا ايلا يهونال رجم نوالو مسيرتو شهر عندي ورمي اسكير نوالو رزمانيو كواكبت يمثل متجع برچقو يالونو يعني حوض ازان نغنان يالن نچ نوالو بطام تزسون يتطاسو مچم ما يطماو مالو ازا حوض ينغنان يالن كداتنيا بيروچوم تامانينتن يازوالو مچم تامانينت كداتنينت نو ميهونو ودي اخر الزمان ጎረቤታችሁንም ሀቅ ጠብቁ አሉ። ዝምድናም እንዲያቆርጡ አሉ። ከዳተኛ ቢሏችሁም ታማኝ ሁኑ አሉ። በዚህ ሶብር አድርጋችሁ ሐውዴ እንገናኛል አሉ ነብያችን አለይሂ ሰላም። በሌላ ሐዲሳቸው ነብያችን አለይሂ ሰላም ይላሉ لا تجوز شهادة الخائن ولا خائنته። የከዳተኛ ምስክርነት ተቀባይነት የለውም። አንድ ሰው ባህሪው ከዳት የሚያበዛ ከሆነ የሱ ምስክርነት ተቀባይነት የለውም። ምክንያቱም በዛ ምስክርነትም ላይ ሊከዳ ይችላል እና ነብያችን አለይሂ ሰላም ከዳተኛ ነው ማለት አንዴ ሰውዬ ክብር የለውም አዲያ ላይ ይወርዳል ፍታዊነቱ ይወርዳል ማለት ነው ስለዚህ ምስክርነቱ ተቀባይነት የለውም ከዳተኛ ከሆነ አንዴ ሰው አላህ ይጠብቀን ዛሬ በተከክል ምን መስክር ማን ነው እንደም ከዳተኛ ተመርጦ ይቀርባል እንጂ በሌላ ሐዲሳቸው ነብያችን አለይሂ ሰላም ይላሉ من تقول علي ما لم اقل اني على الكوتن يتناغره سوالو اني على الكوتن تناغرو تعالى على سوالو فليتبوء مقعده من النار مقمچاون اسات يامچاچاو مقمچاو اسات نو ومن افتى بفتيا فتوى يسطى سوالو بغير علم ساياوقو زمبلو بغمت فتوى يسطى سوالو كان يتمو ذلك على من افتاو يا ونجلو فتوى يارغو سو نو قالو ومن استشاره اخو وندمو مكرن يالو سوالو ወንድሙ መከረኝ ያለው ሰው አሉ። አልሙስሊም ሙስሊም ወንድሙ መከረኝ ያለው ሰው ፈአሻራ አለህ ፈሱ ላይ ቢመክረው ቢገሬ ራሽዲን ትክክለ ያላድ የለም መከረይ ብሎ ወንድሙ ጠይቆ ሲያበቃ ትክክለ ያላድ የለም ምክር ቢመክረው አውቆ ፈቀድ ኻነ ከዲያው ይባላል ይላሉ። ይሄ ከባድ ነው። ከባድ ወንድማችን መከረን ካለ ትክክሉ መምከር ነው። በቀደም ሐሜት ላይ እንዲያነሳ ነው ሐሜት እንኳን ቢመጣ እንኳን ምክር ከሆነ መንገር አለብን እንጂ መክሪያት የለብንም ማለት ነው። ለጋባነ ከሌ ጋር እንዴት ናቸው ብሎ ቢጠይቀን
أي نسوا أي هون بندي ملكو مالت تشابنا جن زنبلن آه ترونه ترونه عارفنا وبلن كال كرياتنا وسنا نو نبي عليه الصلاة والسلام يمينا قرون حذيفة الإيمان رضي الله تعالى عنه حذيفة قرتا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من هلال أبو هريرة من هلال بينما النبي في مجلس يحدث قوم النبي كان يجزي سوني يستمر نبرة عند أعرابي قطر يمتعنا متى الساعة علاجه متشنات كاما كان متشنات علاجه فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث نبي كان قد طلور يحدث نزه عند النبي كان سموتم ويستلتون والو عندنا أبو هالا نبي كان عليه الصلاة والسلام ورياتهم إذا قضوا حديثة حديثاتهم أستمروا سيابقوا قال أين أراه السائل تجاجه عن الساعة ثلاث ساعات يتمتأيك وصوية هدياله قال ها أنا يا رسول الله لا تشعني قطر سنو ما تتأيكاته أن يكون يتأيكت على تشعني قال أعلت فإذا دجيات الأمانة تعمان النسيطة فأعلت تنتظر الساعة ساعة نطبق كما كان نطبق أعلت تعمان النسيطة فكما كان نطبق أعلت قال كيف إضاعتها كما أنت تامانينت እንዴ ነው የምትጠፋው አላችሁ ታማኝነት መቼ ነው የምትጠፋው አላችሁ ታማኝነት ሲጠፋ የቂያማ ቀን ምልክት ነው ብሎ ነገሩት ታማኝነት ደግሞ የሚጠፋበት ንግግር ግዜ ደግሞ ጠየቃቸው ምን አሉት ኢዛ ውስድ ይልአምሩ ኢላ غير اهله አንድ ነገር ከባለቤቱ ውጪ ወዲ ያለ ሲጠጋ ባለቤቶቹ በቃት ያላቸው ንቃት ያላቸው ቀርተው ለብቃት ለሌለው ንቃት ለሌለው ሰው ሲሰጥ አንድ ነገር ينزان ساعات قالوا فانتظر الساعة ساعات تطبق قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هيا تشوف زاري زمن ما لنا زاري زمن ايه تعمان يتطفوا اهو طفطال لغير اهلي ماني يوم نقل لبالا بيته لبابقاتو عدل لم يعني لب بابقاتو هاي سرام مارو يزان ساعات يزان قزي قالوا يعما كان نطبق قالوا تالي هنسو يسو هنسو عبا رضي الله تعالى عنه انا يا جماعة اذا وصلي الامر لغير اهلي فانتظر الساعة على بالا بيته نقل ተባለ ቤት ውጭ ሆነ ግዜና ቃማቀን እንጠብቅ ይላል ነብያችን አለይሂ ሰላተ ሰላም ነብያችን አለይሂ ሰላተ ሰላም ሁዘይፈተ ለማን ምን ይላል ነብያችን አለይሂ ሁለት ሐዲስ ነግረውኛል አንደኛውን አይቻለሁ አንደኛውን እየጠበቅኩኝ ነው አለ አንላ ማናዳት ነዘለት في جزر قلوب الرجال ታማኝነት ሰዎች ቀልብ ላይ ወርዲያ ነበር አለ ከዛ ቁርአን ወረደ فعلموا من القران فقران تمارو وعالم من السنة كسنة تمارو على بتعمان ينت قرآن نمتمارو حديث نمتمارو كذا تعمان ينت إن جم يتفان بيجن أمانا إن جم يتفان الجرون على ينام الرجل أنو متى على عند سوية يترو إنقل في زود فتقبض الأمانة من قلب هكالو أمان تعمان ينت اللي من لالو وريك أماكن سوى ثانية توصي النساء تعمان ينت هكالو بتفطون من السؤال فيدل أثره مثل الوقت ملكته ብቻ ይቀራል አሉ ملكته ከዛ ደግሞ ሁለተኛ ይተኛል አሉ አሁንም ሲነሳ ትንሽ ملكته ነው የሚቀራው አሉ ታማኝነት እየጠፋ ማለት ነው በቃ ይሄ ነው ወለዘ ፊሽን ከዛ ነብያችን አለይሂ ሰላተ ሰላም እንደዚህ ይያለ ሰውዮ ታማኝነት ተቀለብ ይጠፋል አخر ዘመን አሉ ነብያችን አለይሂ ሰላተ ሰላም ጋያ ነው ሲናገሩ ነው በቃ ቂያማቀን ሲቀርብ በዚህ መልኩ ነው የሚወገደው እና ሰዎች ተኝተው ሲነሱ ታማኝነታቸው ጎሎ ታማኝነታቸው ቀርቶ ነው የሚነሱ ይላል ነብያችን አለይሂ ሰላተ ሰላም እና ተከበራችሁ ተመካቾቻችን ይሄ ታማኝነት የሚባለው ነገር በጣም ትልቅ ቦታ ያለ ነው መስልምና ከዳተኛ መሆን ደግሞ ትልቅ ወንጀል ነው ከዳተኝነትን እንጠንቀቅ ለማለት ፈልጌ ነው ኢንሻአላህ አላበቃም በሌላ ጊዜ ተውሳችኋለሁ ለዛሬው እዚህ በቀናል አስተውዲኩምላህ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ Oh